السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس البروبابيليتي بانترودكشن للمفاهيم الأساسية اللي بنستخدمها في خلال الكورس. بداية هنبدأ بان احنا نعرف حاجة اسمها الراندوم اكسبيرمنت. الراندوم اكسبيرمنت دي هي عبارة عن اكسبيرمنت الاوتبوت بتاعها او الاوتكم بتاعها بيختلف في كل مرة بعمل فيها التجربة، ولكن انا ببقى عارف الرينج بتاع الاوتبوت ده ممكن يطلع فيه خلال في يعني فاليو بتاعه الاوتبوت بتاعتي ممكن تكون في خلال ارقام ايه او في خلال اوتبوت ايه. زي مثلا لما انت بتيجي ترمي داي، ان لما نيجي نرمي داي انا عارف ان الارقام اللي بتطلع لي تطلع لي ارقام من 1 لحد 6، فعارف مثلا ان مستحيل يطلع لي 7 او 8 او 0 مثلا. يبقى انا كده عارف ان السامبل سبيس بتاعتي او الاوتبوتس اللي ممكن تطلع عندي هي عباره عن الارقام من اول 1 لحد 6. طيب التوقع بتاعي ده او الارقام اللي انا عارف ان هي هتطلع معايا او الاوتبوتس بتاعتي اللي انا متوقعها من التجربه دي حاجه اسمها السامبل سبيس. السامبل سبيس هي كل البوسيبل اوتكمز اللي ممكن تطلع من راندوم اكسبيرمنت. طيب السامبل سبيس ممكن تكون discrete أو continuous. discrete يعني حاجات أقدر أعدها 1 2 3 4 وهكذا، إنما continuous دي بالنسبة لي هتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن interval كده باخدها كلها على بعضها بالintegers والfractions اللي فيها اللي موجودة فيها. طيب بالنسبة لي الdiscrete sample space أنا بيكون عندي finite أو infinite. finite يعني أنا عارف أول واخر الحاجات اللي انا بعدها دي. زي ما قلنا برضو لو انا برمي داي انا عارف ان الارقام اللي بتطلع عندي 1 2 3 لحد 6، فانا عارف اول السامبل سبيس واخرها او من عندي من 1 ل6. تبقى انترفال كده ايه مقفوله او بتبقى البراكتس كده مقفوله. طيب لكن انا لو بتكلم بقى على انفاينايت ديسكريت، انفاينايت ديسكريت يبقى انا بعد حاجات بس مش عارف انا هقف لحد فين. زي مثلا لو انا واقف عند باص ستيشن معينه وبعد عدد الباصز اللي رايحه ليه ديستنيشن معين، فيا اما يعدي 0 باص يا اما يعدي 1 يا اما يعدي 2 يا اما يعدي 3، وانا واقف مثلا في خلال ساعه في خلال ساعتين هفضل اعد عدد الباصز مش عارف هقف لحد فين. وبالتالي بما ان انا الموضوع ده يعني العدد بالنسبة لي انا مش عارف انا هقف لحد فين، فدي اسمها infinite. طيب بالنسبة بقى للcontinuous sample space، الcontinuous دي بيبقى ايه؟ بيبقى زي ما قلنا عبارة عن interval، باخد الانترفال دي كلها كده على بعضها مش مجرد عدد كده بعده 1 2 3. طيب ممكن يكون finite زي مثلا لما اجي اقول لك انا بكلمك على السامبل سبيس اللي هو عباره عن الريل نمبرز من 0 تو 10. من 0 تو 10 يبقى انت عارف البدايه وعارف النهايه، يبقى دي كده اسمها فاينايت. باخد بقى الانترفال دي كلها بحيث ان انا باخد الارقام الـ من 0 و1 و2 لحد 10 وما بينهم من الارقام اللي هي الفراكشن او الراشونال نمبرز، ف بيبقى اسمها بتبقى كده ايه عباره عن continuous. طيب لو انا بتكلم بقى على infinite، infinite يبقى انا عارف البدايه ومش عارف النهايه. ببقى زي مثلا لما اجي اقول لك set of all possible real numbers، فانا عند الزيرو معايا من الزيرو لحد الانفينيتي. طيب تعال نشوف امثله نوضح بيها الكلام بتاع السامبل سبيس ده. قبل ما ندخل على الكلام بتاع السامبل سبيس ده او نحل امثله عليه، عايزين برضو نوضح ان في عندنا ان الراندوم اكسبيرمنتس اللي عندنا دي اللي احنا بنتكلم عنها ممكن تكون with replacement و without replacement، ودي حاجات هنتكلم فيها بعد كده في الجزء اللي بعد كده ان شاء الله من المنهج. with replacement يعني ان انا لما باجي بعمل selection او ان انا بجرب بعمل اكسبيرمنت معينه، السامبل سبيس بتاعي بيفضل معايا ثابت من اول تجربه لحد اخرها. زي مثلا لما بتيجي ترمي الداي 3 او 4 مرات، لما برميه اول مره انا عندي السامبل سبيس بتاع اول مره انا عارف ان هيطلع لي من 1 ل6، لما هاجي هرميه تاني مره انا عارف برضو ان هيطلع لي من 1 ل6، وهكذا كل مره هرمي فيها انا عارف ان عدد او الاوتبوت بتاعي ممكن يكون من ارقام من 1 ل6.
وبالتالي دي بالنسبة لي عبارة عن with replacement experiment. طيب without replacement بقى هنا بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن لو انا عندي مثلا بوكس كده، والبوكس ده فيه مجموعة من الكور مثلا معينة بألوان معينة، فلما هتيجي تختار كورة معينة، الكورة اللي هتاخدها دي هترميها بره، وبالتالي عدد الكور في الصندوق في كل مرة هاجي اكرر فيها الاكسبيرمنت هيتغير. فهنا في الحكاية دي الاكسبيرمنت دي بيبقى اسمها without replacement. ده الكلام ده هنتكلم فيه بالتفصيل في الفيديوهات او في الاجزاء اللي بعد كده واحنا بنتكلم في خلال الكورس. طيب تعالى نحل بقى امثله على السامبل سبيس ازاي بنحسبها. هنا بيقول لي انا عايزك تجيب لي السامبل سبيس للفولوينج راندوم اكسبيرمنتس اللي هيديها لي دلوقتي. انا عايزك بيقول لك ان انت عندك السيت اوف الانتجرز، انتجرز من 1 ل 25 اللي هي بتقبل القسمه ان انا اقدر اقسمها على 8. طيب من 1 ل 25 الارقام اللي اقدر اقسمها على 8، انا عندي ال 8 نفسها وعندي 16 وعندي اللي هي 24، دي الأرقام اللي أنا أقدر أقسمها على الثمانية. وبالتالي هلاقي إن أنا عندي السامبل سبيس بتاعي عبارة عن ديسكريت وفاينايت، بما إني عارف بما إنها حاجات أقدر أعدها 1 2 3، يعني أنا هنا عندي أرقام 3 أرقام 1 2 3 وعارف البداية والنهاية بتاعتها، فدي بالنسبة لي هتبقى عبارة عن فاينايت ديسكريت سامبل سبيس. طيب تعالوا نشوف المسألة اللي وراها. في المسألة اللي وراها بيقول لي لو انت عندك كوين، الكوين ده انت هترميه لحد ما يظهر عندك يا اما تيل يا اما يظهر عندك ثري هيد وتوف. طيب يبقى انا هرمي الكوين الاول يظهر عندي هيد يظهر عندي تيل، بعد كده هرمي الكوين اللي وراي يا اما يظهر عندي هيد يا اما يظهر عندي تيل. طبعا انا لو طلع بيطلع تيل بقف، لو طلع هيد برمي تاني. طيب اول ما يطلع تيل بقف، لو طلع هيد برمي المرة التالتة فهيطلع عندي هيد او تيل. طيب لو طلع تيل خلاص هقف، لو طلع هيد فهلاقي ان انا عندي 3 هيدز، يبقى انا هحتاج ان انا ارمي اللي هو هقف عند الرمية اللي هي التالتة دي. وبالتالي يبقى السامبل سبيس بتاعي عبارة عن تيل، يا اما يطلع لي تيل من اول مرة، يا اما يطلع لي هيد بعدين يطلع لي تيل، يا اما يطلع لي هيد هيد تيل، يا اما يطلع لي هيد هيد هيد، وبالتالي هيكون عندي 3 هيدز. يبقى السامبل سبيس عبارة عن 4 حاجات بقدر اعدهم، وعبارة عن فاينايت بقى عارف او الاول والاخر للسامبل سبيس، وبالتالي تبقى عبارة عن ديسكريت فاينايت سامبل سبيس. طيب في الجزء اللي بعد كده بيقول لي لو انت عندك الاكس، بحيث ان الاكس ده عباره عن السوليوشن بتاع المعادله دي، فانا هجيب السوليوشن بتاع المعادله دي اللي هو عباره عندي اكس تو براكت كده مضروبين في بعض بيساوي الزيرو، وهنا عندي 5 يبقى هنا 5 1، وال هيبقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف. تمام كده هتلاقي ان انت عندك السامبل سبيس هيكون فيها ايه، السوليوشن بتاع المعادله دي اللي هو عباره عن اكس اما بيساوي 1 اما بيساوي نيجاتيف 5، فهيبقى برضو ديسكريت وفاينايت. طيب اللي بعد كده بيقول لي انت عندك السامبل سبيس عباره عن الاكس، بس ان الاكس بيتحقق لي التو كونديشنز دول مع بعض. هتيجي تبص على الكونديشن الاولاني بيقول لك ان 2x ماينس 4 اكبر من او بيساوي 0، ده معناه ان ال2x اكبر من او بتساوي الفور، ده معناها ان الاكس بس اكبر من او بتساوي التو. فتيجي تبص على الكونديشن ده، الكونديشن ده ان الاكس اكبر من او بتساوي التو، الكونديشن ده ان الاكس اصغر من الون، وبالتالي ما عنديش اي فاليو للاكس تحقق لي التو كونديشنز دول مع بعض. لا يمكن الاكس تكون اصغر من الون وفي نفس الوقت اكبر من الاتنين، وبالتالي السامبل سبيس بتاعتي دي هتبقى عبارة عن ان الاس هتكون فاي، او ان انا اقول ان هي عبارة عن empty brackets كده، مفيش elements عندي في السامبل سبيس تحقق لي التو كونديشنز دول. طيب الاكسامبل اللي بعد كده بيقول لي لو انت عندك الويتنج تايم بتوين تو كولز، انا عندي كول دلوقتي باخدها، بمجرد ما هقفل التليفون هقعد استنى الكول التانية اللي هتيجي وراها.
طيب الويتنج تايم ده ممكن يكون ايه؟ ممكن اقعد استنى، ما استناش حاجه خالص، ممكن اقعد استنى بثواني، ممكن استنى فور مينتس، ممكن استنى فور اورز، مش عارف يعني. انا هفضل قاعد مستني، وبالتالي انا مش عارف نهايه الفتره اللي انا هقعد استناها دي هيكون قد ايه. فهيكون البدايه بتاعتي من الزيرو، والنهايه عند المانا نهايه بقى، انا قاعد مستني لحد ما تجيلي كول تانية. فهتبقى عباره عن ايه دي؟ هنا السامبل سبيس هتبقى عباره عن كونتينوس سامبل سبيس وانفاينايت، كونتينوس وانفاينايت، لان انا واقف هستنى للمانا نهايه. طيب اخر حاجه عندي، لو انا عندي number of calls in 1 hour، number of calls in 1 hour، ده كده معناه ان انا بعمل بعد كول 2 3، يبقى كده discrete. طيب وانا قاعد في خلال الاور ممكن تجي لي 0 calls، ممكن يجي له 1 call 2 call وهكذا. وبالتالي انا هلاقي ان انا عندي هنا ايه؟ عباره عن discrete و infinite. انا مش عارف، انا هبدا منين ومش عارف هقف لحد فين. ممكن يجي لي اكتر من مكالمه، ممكن ما يجيليش مكالمه خالص وهكذا. وبالتالي هيبقى عندي 0 1 2 3 لحد الانفينيتي. يبقى دي عباره عن ايه؟ discrete و infinite. في الجزء ده بقى هنبدا نعرف حاجه اسمها الايفنت. الايفنت هو عباره عن سبسيت من السامبل سبيس اللي بتطلع عندي، جزء منها. وبالتالي اي اليمنت اي اليمنتس موجوده جوه الايفنت او بتنتمي لايفنت معين لازم هتكون موجوده جوه السامبل سبيس. طيب زي ايه مثلا؟ زي ما اجي اقول لك ان انا بعمل توسنج لي داي معين، هعرف ايفنت اللي هو عباره عن ان هو يطلع لي even number او odd number. طيب ده كده معناها ان الالمس اللي هتكون موجوده مثلا في الايفن اللي هي عباره عن الايفن نمبر، تبقى عباره عن يعني يطلع لي يا اما 2 يا اما يطلع لي 4 يا اما يطلع لي 6. يبقى ده كده معناها ان الايفنت اللي انا بتكلم عنه ده في 3 elements او 3 component بينتموا لي السب سبيس، بينتموا لي السامبل سبيس. طيب لو انا عندي اكتر من ايفنت عايز اجيب لهم اليونيون بتاعهم، اليونيون بتاعهم ده كده معناها ايه؟ اليونيون بتاعهم ده معناها لو انا جيت بصيت على الرسمه دي هلاقي ان انا عندي بغطي الاريا دي كلها، اللي هي عباره عن الاريا اللي بتمثل لي الاي 1 والاي 2. وبالتالي بما اني بغطي الاريا دي كلها، ده معناها ان انا بقول ايه؟ بقول ان الاي 1 بتحصل اور الاي 2 بتحصل، او ان انا اقول ان at least one of الاي 1 اور الاي 2 happens. يبقى ده كده معناها ان واحد منهم هما الاثنين بيحصل، مش لازم مش شرط الاثنين يحصلوا مع بعض، ولكن انا اكتفي بان الاولاني يحصل يا التاني يحصل. هنا بجيب اليونيون بتاع التو ايفنتس دول. لو انا بقى بتكلم على intersection between two events، intersection ده معناها ان في الرسمة كده هتلاقي ان هي الجزء اللي هنا ده اللي في النص اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الاتنين يحصلوا مع بعض، يحصلوا في نفس الوقت، وبالتالي بمثلها بـ end او بالكلام هي عبارة عن end. يجي يقول لك ان both E1 and E2 happens او E1 and E2 happens at the same time. ده كده بالنسبة لي هيبقى عبارة عن الانترسكشن. طيب لو انا بتكلم على حاجة بقى اسمها الكومبلمنت لإيفنت معين، الكومبلمنت هو عبارة عن الأوبزيت بتاع الإيفنت او اللي هو عكسه. بمعنى ان لما اجي اقول لك ان مثلا لما باجي برمي داي وبيظهر لي رقم اكبر من 3 مثلا، يبقى الإيفنت اللي عكسه هي عبارة عن ايه؟ ان يطلع لي رقم اصغر من او بيساوي 3. طيب يبقى ده كده معناها ايه؟ ان انا لما اجي اقول لك ان انت عندك الاي بتمثل لي الارقام الاكبر من التلاتة اللي هي هتبقى عبارة عن 4 و5 و6، ويبقى الاي كومبلمنت بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الارقام اللي بتساوي او اصغر من 3. يبقى ده معناها 1 و2 و3.
يبقى ده كده لو انا جيت اخدت بالي هلاقي ان الاي بلس الاي كومبلمنت هتديني ايه؟ هتديني كل السامبل سبيس اللي هو بيغطي لي الايه الارقام كلها اللي ممكن تطلع من داي، صح كده ولا لا؟ يبقى ده كده معناه ايه؟ معناها ان انا ان الايفنت بلس الكومبلمنت بتاعه هو عبارة عن السامبل سبيس كله. ودي معلومة مهمة جدا هنستخدمها في حاجات كتير جدا بعد كده. يبقى انت لما يكون عندك ايفنت معين والكومبلمنت بتاعه، لازم الاليمنت اللي في الايفنت ده والكومبلمنت بتاعه لما اجمعهم على بعض يغطوا لي كل السامبل سبيس. طيب تعال نشوف مثال على الكلام ده. هنا بيقول لي انا عندي تيم، التيم ده مطلوب منه ان هو يحدد ان a certain water ways في مكان معين سيف، سيف ان انا اي استخدمه فور فيشنج. طيب بيقول لي ان انت بتاخد السامبل بتاعتك من 3 ريفرز. طيب كويس جدا. بيقول لي انا عايزك تجيب لي ليست ذا اليمنتس اوف السامبل سبيس، عايز اجيب الاليمنتس الموجوده في السامبل سبيس بان انا استخدم نوتيشن ان انا ايه، لو هي سيف بحط اف ولو هي نون سيف بحط ان. طيب تعال نجيب السامبل سبيس زي ما قلنا، لو هي سيف هحط اف ولو هي نون سيف هحط ان. فانا عندي 3 ريفرز، اول حاجه الريفر الاولانيه اما يطلع سيف او نون سيف، هاخد الريزلت اللي طلعت لي من الريفر الاولانيه اجرب على الريفر التاني بحيث ان هو برضو هيبقى يا اما ان اف يا اما ان اف على حسب الريزلت اللي جايه من الريفر الاولاني. نفس الكلام هكرره على الريفر التالت اهو، يطلع لي برضو الاحتمالات بتاعت الريفر التالت. يبقى ده كده معناها ان السامبل سبيس اللي هتطلع عندي في الاكسبيرمنت دي هتبقى عباره عن ايه، ان الثلاثه ريفرز نون سيف اهم، ان او ان اف ان، ان او ان اف اهي، اللي هي لو انا طلع لي هنا نون سيف ونون سيف وهنا طلع لي سيف، ممكن يطلع لي ايه تاني؟ ممكن يطلع لي ان اف ان او ان اف ان اف، وهكذا بقى هنكمل بقيه كل السامبل سبيس لحد ما اوصل ان يطلع لي التلاته سيف اللي هو اف اف اف. طيب يبقى انا هلاقي ان انا عندي هنا 8 احتمالات ممكن تطلع لي من الاكسبيرمنت دي. طيب كده انا جبت السامبل سبيس. المطلوب اللي بعد كده بيقول لي انا عايزك تجيب لي الاليمنتس الموجوده في الايفنت اي، ان ات ليست الايفنت بقى الديفينيشن بتاعه عباره عن ان ات ليست 2 ريفرز ار سيف، 2 من الثلاثه على الاقل يكونوا سيف. يبقى ده كده معناه ان انا عندي الاثنين، 2 من الثلاثه يطلعوا سيف، او في احتمال ان الثلاثه كلهم يطلعوا سيف. ده كده كمان معايا بما انه قال لي ات ليست، يعني دي اقل حاجه بالنسبه لي ان يطلع 2 سيف، يبقى بالتالي معايا الاكبر من كده ان يطلع 3 سيف. طيب لو انا جيت بصيت على السامبل سبيس اللي عندي، انا هنا بما اني بتكلم على ان 2 يكونوا عندي سيف، يبقى انا كده عايز اي المنت هنا فيه 2 او 3 اف، وبالتالي ده معايا وده معايا وده معايا وده لا وده معايا، يبقى انا هنا عليه ان انا عندي 4 elements. لو انا عايز اجيب ال E complement اللي هو ال event العكس ان هو 2 يكونوا سيف، بالتالي بقى لما بقولك ان عكس الاتنين يكونوا سيف ده معناها ايه؟ ده معناها ان واحد يكون سيف على الاكثر، يعني عندي على الاكثر واحد هو اللي هيكون سيف. يعني انا بدل ما اقول لك ان هو at least عندي 2 river is safe، فانا اقول لك ايه، ان يطلع لي at most 1 هو اللي سيف، وبالتالي هيكون عندي يا اما 1 سيف يا اما يكون عندي ما فيش اي حاجه فيهم سيف، الثلاثه non safe. طيب يبقى ال elements اللي هتكون موجوده في ال e complement اللي هو عكس ان 2 river يكونوا safe at least، ان at most 1 يكون سيف، وبالتالي هيكون عندي اي element في 1 if او مفيش اف خالص، زي مثلا الاليمنت ده والاليمنت ده والاليمنت ده والاليمنت ده، وبالتالي
احنا في الايفنت اللي احنا عرفناه اول حاجة ان يكون عندي 2 ريفر سيف، هما عبارة عن الاليمنتس اللي تحتيها خط دي، والايفنت الكومبلمنت بتاعه هو عبارة عن الاليمنتس اللي موجودة فيها سيركل دي. لو جينا جمعنا الاتنين اليمنتس مع بعض في A1 و A2، الاتنين جمعناهم مع بعض او الاي والكومبلمنت بتاعه، هيديني السامبل سبيس زي ما قلنا في الجزء اللي فات. طيب مطلوب اللي بعد كده، مديني مجموعه من الاليمنتس وبيقول لي الاليمنتس دي بتمثل لي ايفنت شكله عامل ازاي. طيب هلاقي ان انا هنا عندي في 3f، هنا في nff، هنا في ffn، وهنا في nfn. طيب لو انا جيت بصيت كده هلاقي ان اول element ده بيمثل لي ان all 3 rivers are safe، صح كده؟ اللي وراه ده بيمثل لي ايه؟ الاليمنت ده بيمثل لي ان السكند بيمثل لي ان السكند ريفر اند الثيرد ريفر الاثنين دول عباره عن ايه؟ سيف. يبقى انا هنا عندي السكند والثيرد ريفر هما اللي سيف. لو انا جيت بصيت على الاليمنت التالت ده هلاقي ان انا عندي الفيرست والسكند هما اللي سيف. لو انا جيت بصيت على الاليمنت الاخير هلاقي ان عندي السكند بس هو اللي سيف. وبالتالي لو انا جيت بصيت على الحاجه المشتركه ما بين الفور اليمنتس دول هلاقي ان هو عباره عن ان السكند ريفر سيف بغض النظر عن الفاليو بتاعت او ان السيفتي بتاعت الفيرست والثيرد ريفر هو ايه. وبالتالي الايفنت اللي بيمثلها الاليمنتس دي هي عباره عن ان السكند ريفر از سيف. طيب لو انا جيت قلت لك انا عايز اجيب الاليمنتس اللي موجوده فيه ان السكند ريفر از سيف اونلي، ده كده معناه ايه؟ ده كده معناه ان السكند ريفر هو اللي سيف وبقيه الريفرز نون سيف. وبالتالي الاليمنت اللي هتكون موجوده فيه الحاجه زي كده ان يكون عندي ايه، ان انا عايز اجيب ان الاولاني نون سيف والتاني هو بس اللي سيف والتالت كمان نون سيف. وبالتالي هيكون عندي اليمنت واحد بس اللي هو عباره عن ان اف ان. يبقى الفرق ما بين ان انا اجي اقول لك ان انا عايزك تجيب لي الاليمنتس اللي موجوده في ايفنت اللي هو عباره عن ان السكند ريفر از سيف واسكت سكند ريفر از سيف، يبقى انا كده مش بعرف ماليش مش واخد في اعتباري الريزلت بتاعت الفيرست والثيرد. طب لما اجي اقول لك ان السكند ريفر از سيف اونلي دي، يبقى ده كده معناها ان السكند ريفر هو بس اللي سيف والاتنين التانيين نون سيف. وبالتالي الالمس اللي هتكون موجوده في السامبل سبيس عددها هيقل. طيب كده احنا عرفنا ازاي بنجيب السامبل سبيس وازاي بنجيب الالمس او بنعرفنا يعني ايه ايفنت وبنجيب الالمنتس في كل واحده منهم. وبالتالي دلوقتي انا هبدا اعرف حاجه اسمها البروبابيلتي. بقى البروبابيلتي بتاعت ايفنت معين ان اللي هو احتمال حدوثه، ان هل الايفنت ده ممكن يحصل بشكل كبير او يحصل بشكل بسيط، ده اللي هيحدده لي حاجه اسمها البروبابيلتي بتاعت الايفنت. البروبابيلتي هو عباره عن النمبر اوف الاليمنتس اللي موجوده في اي معين على النمبر اوف الاليمنتس اللي موجوده في السامبل سبيس. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده لو انا بتكلم على ديسكريت سامبل سبيس. طب لو انا بتكلم على كونتينوس سامبل سبيس هيكون عندي انترفال للاي بقسمه على الانترفال بتاع السامبل سبيس. زي مثلا لما اجي اقول لك انت عندك الارقام من 0 تو 10، عايزك تجيب لي البروبابيليتي بتاعت ان يطلع لي رقم من 1 تو 5. فده انترفال على الانترفال، بقيس الانترفال الكبير اللي هو عباره عن السامبل سبيس وقيس الانترفال اللي هو عباره عن اللي بيمثل لي الايفنت، واقسم الفاليو بتاعت اللينث بتاع الايفنت ده على اللينث بتاع السامبل سبيس. طيب في الجزء اللي هنا احنا بنتكلم على اغلب الاكزامبلز، يعني احنا بنتكلم على ديسكريت. وبالتالي فانا هقسم النمبر اوف الاليمنتس الموجوده في الاي على النمبر اوف الاليمنتس الموجوده في السامبل سبيس.
في شوية حاجات عايزين نتكلم عنها. ان انا عارف اني انا بما اني بقسم elements اللي موجودة في الاي على elements اللي موجودة في الاس، وانا عارف ان اصلا الاي عبارة عن subspace او subset من الاس، ده كده معناه ان الالمنتس الريزلت اللي هتطلع عندي بما ان الالمنتس بتاعت الاي اكيد اقل او بتساوي من الالمنتس اللي موجوده في الاس، وبالتالي فالبروبابيلتي بتاعتي اما هتطلع رقم بيكون من 0 ل 1. امتى يطلع 0؟ 0 ولا في حاله ان الاي عباره عن ان هو ما فيهوش المنتس، وبالتالي ده معناها ان انت عندك ايه ايفنت ما بيحصلش، ما فيش المنتس موجوده جواه، وبالتالي البروبابيلتي بتاعته بزيرو ان هو ما بيحصلش، impossible event. طيب لو انا بتكلم بقى على ان ال ان ال probability بتاعتي طلعت B1 اللي هي الماكسيمم، ده معناها ان ال E بتساوي ال S، بمعنى ان انا بعرف event، ال event ده ال elements اللي موجودة فيه هي كل ال elements اللي موجودة في ال sample space، وبالتالي احتمال ان يحصل الايفنت ده عبارة عن 100% هيحصل اكيد، وبالتالي البروبابيلتي بتاعته تطلع بوان. الحاجة اللي عايزين نقولها بعد كده ان انا لو انا عندي التو ايفنتس وعايز اجيب الانترسكشن بتاعهم، احنا قلنا الانترسكشن هو عبارة عن ان ال E1 or ال E2، وده معناها ان انا هكتفي بحدوث واحد بس منهم. فالبروبابيلتي بتاعت الكلام بتاع الانترسكشن ده، لو انا جيت بصيت على الرسمه اللي مرسومه هنا عندي في الفين دايجرام ده، هلاقي ان انا بغطي الاريا دي كلها اللي فيها الاي 1 والاي 2، وبالتالي هي عباره عن بروبابيلتي بتاعت ان الاي 1 يحصل بروبابيلتي بلس البروبابيلتي بتاعت ان الاي 2 يحصل ماينس الانترسكشن ما بين الاثنين. ليه؟ لان انت لما بتيجي بتجمع الاي 1 زائد الـ E2 مجموعهم الاتنين مع بعض هيخلي ان الجزء اللي هو الانترسكشن ده يتحسب معايا مرتين، وبالتالي انا هطرحه مرة واحدة بس منهم علشان اجيب الاريا دي بدون تكرار. طيب اللي بعد كده، لو انا عندي بقى اتنين events، الاتنين دول عبارة عن حاجة اسمها mutually exclusive او ان هما disjoint. disjoint معناه ان مفيش ما بينهم intersection، مستحيل ان الاتنين يحصلوا مع بعض. طيب في الحالة دي طالما ال intersection بتاعهم بي فاي، يعني مفيش intersection بينهم اهي، يبقى انا لما باجي اجيب ال union بتاعهم، اي اجيب ال union بتاعهم، هتلاقي ان انا ايه ال probability بتاعت الاولاني زائد ال probability بتاعت التاني minus ال intersection اللي هو بزيرو، ان انا مفيش انترسكشن بيحصل عندي، وبالتالي بيبقى عبارة عن البروبابيلتي بتاعت الاولاني والتاني فقط. يبقى اي disjoint events لو انا جيت جبت لهم اليونيون بتاعهم، هلاقي ان اليونيون بتاعهم عبارة عن البروبابيلتي بتاعت الاولاني زائد البروبابيلتي بتاعت التاني، وبالتالي اي تو events لو انا جبت الانترسكشن بتاعهم وطلع الانترسكشن بتاعهم بفاي ان مفيش intersection، وبالتالي ده هيخلي لي ان انا اعرف ان التو ايفنتس دول عباره عن disjoint. الجزء اللي بعد كده احنا كنا قلنا ان الاي بلس الاي كومبلمنت هو عباره عن كل السامبل سبيس، وانا عارف ان البروبابيلتي بتاعت السامبل سبيس هي واحد، البروبابيلتي بتاعت ان يطلع لي رقم موجود جوه السامبل سبيس اكيد هيطلع لي رقم موجود جوه السامبل سبيس في لما بعمل الاكسبيرمنت، وبالتالي البروبابيلتي بتاعت الاس بواحد. يبقى لو عايز اجيب البروبابيلتي بتاعت الاي كومبلمنت هتبقى عباره عن ايه؟ فان انا بقول ان انا عندي البروبابيلتي، بتاعت الاي بلس البروبابيلتي بتاعت ال E complement بتساوي ال probability بتاعت ال S كلها، وبالتالي ال probability بتاعت ال S كلها دي ب 1، يبقى ال probability بتاعت ال E complement هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 minus ال probability بتاعت ال E نفسه. ال probability بتاعت ال E complement عبارة عن 1 minus ال probability بتاعت ال E. طيب
في الجزء اللي بعد كده بيقول لي لو انا عايزك تجيب لي probability ان حاجة بتحصل، ان الـ E1 بيحصل or and بما ان انا في intersection ان الـ E2 ما بيحصلش، او ان انا اقولها لك بطريقة تانية probability ان الـ E1 بس هو اللي بيحصل، زي ما اتكلمنا في المثال بتاع الريفرز اللي هو كان قبل كده، قلنا ان لما اجي اقول لك اونلي، لما اقول لك ان مثلا السكند ريفر هو اونلي بس اللي سيف، ده معناها ان السكند ريفر كان سيف اند يعني انترسكشن ان الفيرست والثيرد كانوا نون سيف. طيب لما اجي اقول لي اونلي ده معناها ان الحاجه بتحصل والحاجات التانيه كلها ما بتحصلش في نفس الوقت، وبالتالي انا بجيب الانترسكشن. طيب لو انا جيت بصيت على الرسمه هلاقي ان انا عندي الانترسكشن بين الاي 2 والاي الاي 1 والاي 2 كومبلمنت. انا عارف ان الاي 2 كومبلمنت هو الجزء اللي بالاحمر ده، اي حاجه بره السيركل اللي فيها الاي 2، وبالتالي الانترسكشن ما بين الاي 2 كومبلمنت والاي 1 هو عباره عن السيركل بتاعت الاي 1 ما عدا الجزء اللي هو الانترسكشن ما بين الاي 1 والاي 2، وبالتالي البروبابيلتي بتاعت الكلام اللي احنا بنقوله ده عبارة عن probability بتاعت الـ E1 minus الـ intersection between الـ E1 and الـ E2. طيب في الجزء اللي بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها الـ دي مورجان لوز. هنا بيقول لك لو انت عندك الـ E1 complement and الـ E2 complement and اللي هو الـ intersection، ده معناه ان الـ E1 ما بيحصلش والـ E2 كمان ما بيحصلش في نفس الوقت مع بعض. فقال تعالى نبص كده على الرسمة، هلاقي ان انا عندي في الرسمة دي لو انا جيت بصيت عليها هلاقي ان انا عندي الـ E1 موجود، عندي الـ E1 اهي والـ E2. الـ E1 complement هو عبارة عن الجزء اللي هيكون بالازرق ده، الـ E1 complement هو عبارة عن اي حاجة برة السيركل اللي هي الـ E1. طيب والـ E2 complement، الـ E2 complement هيبقى عبارة عن أي حاجة بره الـ E2 اللي هي السيركل اللي هي بالأحمر دي، هي عبارة عن الجزئية دي أي. طيب يبقى أنا عايز أجيب الـ intersection ما بينهم، الـ intersection هيبقى عبارة عن إيه؟ يبقى عبارة عن الخطوط اللي فيها أزرق وأحمر مع بعض، وبالتالي لو أنا جيت بصيت كده هلاقي إن أنا عندي الجزء اللي فيه أحمر وأزرق الاتنين مع بعض هو عبارة عن الغلاف الخارجي كده للـ two circles دول، الجزء اللي بره التو سيركلز دول، وبالتالي انا عايز اي حاجه غير التو سيركلز دول. طب التو سيركلز دول مع بعض بيمثلوا لي ايه؟ بيمثلوا لي اليونيون بتاع الاي 1 مع الاي 2، وبالتالي انا هنا بجيب ايه؟ اي حاجه براهم، ده معناه ان انا هجيب الكومبلمنت بتاع الانترسكشن اليونيون للاي 1 والاي 2 مع بعض. طيب لو انا عايز بقى اجيب اليونيون بتاع، لو انا عايز اجيب اليونيون بتاع الـ E1 complement مع الـ E2 complement، ده معناها ان عدم حدوث او ان الـ E1 مش بتحصل or ان الـ E2 كمان مش بتحصل. طيب دي هنجيبها ازاي؟ نفس الكلام، انا عندي الـ E1 complement هو عبارة عن الجزء ده اللي ورا الـ circle اللي هي الـ E1. طيب والـ E2 complement، الـ E2 complement هو الجزء اللي بره السيركل اللي هي الـ E2. طيب انا بقول انا عايز اور، يبقى انا باخد كل الحاجات اللي فيها ازرق واحمر مع بعض، مع بعض او مش مع بعض، اي حاجة فيها خط ازرق او خط احمر هاخدهم كلهم مع بعض. فهلاقي ان انا عندي كل الاريا فيها خطوط ازرق او احمر ما عدا مين؟ ما عدا الاريا اللي هي في النص دي اللي هي عبارة عن الانترسكشن بين الـ E1 والـ E2، وبالتالي انا هاخد اي حاجه غير الانترسكشن بتوين الاي 1 والاي 2، يبقى انا هاخد الانترسكشن كومبلمنت. اي حاجه بره الانترسكشن دي هتكون معايا في اليونيون بتاع عدم حدوث التو ايفنتس مع بعض. طيب يبقى انا هنا لما اجي بقى اجيب البروبابيلتي بتاعت الترم الاولاني ده اللي هو ده، البروبابيلتي بتاعت ان الكلام اللي هنا ده هو عباره عن البروبابيلتي بتاعت الجزء ده. طيب البروبابيلتي بتاعت اليونيون كومبلمنت هو نفسه 1 ماينس بروبابيلتي اليونيون، صح كده؟ وبالتالي هلاقي ان هنا عباره عن 1 ماينس بروبابيلتي اليونيون. طيب لو انا عايز اجيب البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن، قصدي البروبابيلتي بتاعت اليونيون للكومبلمنت هو نفسه، لو انا بجيب البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن كومبلمنت
وبالتالي هيبقى عبارة عن واحد ماينس probability ال intersection. هنا بقت عبارة عن ايه؟ واحد ماينس probability ال intersection. طيب تعالى نحل example بقى على الكلام اللي احنا بنقوله ده، نشوف هنطبق الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها ازاي في المسائل. اولا هو هنا بيقول لي ان انت عندك داي ده لودد او ديزاين بطريقه معينه، ان انت لما بتيجي بترميه احتمال ان يظهر عندك اود، هو عباره عن توايس ان يطلع لك رقم ايفن. المطلوب ان هو عايزك تجيب لي البروبابيلتي بتاعت ان يطلع لي رقم اكبر من 3. تمام، يبقى انا عندي السامبل سبيس، سامبل سبيس عباره عن الارقام من 1 ل 6. بس لو انا جيت اخدت بالي هلاقي ان انا عندي، لو انا عندي ان الاي ده بيمثل لي ان انا يطلع لي ايفن نمبر، والبي ده بيمثل لي ان يطلع لي اود نمبر، فانا هلاقي ان البروبابيلتي بتاعت الاي عباره عن كي اللي هو الايفن نمبر، والضعف بتاعه اللي هو عباره عن الاود نمبر. عشان اجيب الفاليو بتاعت الكي دي هستخدم فكره ان انا عندي ان البروبابيلتي بتاعت الاس اللي هي السامبل سبيس اللي هي كل الالمس اللي موجوده فيها بي 1. وبالتالي لو انا جيت قلت ان البروبابيلتي بتاعت الاس بي 1، هلاقي ان البروبابيلتي بتاعت ال 1 بما انه اود نمبر كي، البروبابيلتي بتاعت ال 2 2 كي، البروبابيلتي بتاعت ال 3 كي. اي بقى اود نمبر اهي زي ال 1 وال 3 والكي هيبقى وال 5 هيبقى البروبابيلتي بتاعتها بكي، واي ايفن نمبر هيبقى البروبابيلتي بتاعته بي 2 كي. او العكس، انا اسفه معلش، احنا عارفين ان البروبابيلتي بتاعت الاود نمبر، البروبابيلتي بتاعت الاود نمبر احنا قلنا البروبابيلتي بتاعت الاود نمبر ضعف البروبابيلتي بتاعت الايفن نمبر، وبالتالي اي ايفن هيبقى بكي واي اود هيبقى ب 2 كي. ولكن بما ان انا هنا عندي في السامبل سبيس 3 اود و 3 ايفن، فيبقى عندي 3 كي بلس 3 في 2 كي اللي هي تبقى عباره عن ايه؟ 3 بلس 6 كي اللي هي تبقى عباره عن 9 كي. يبقى 9 كي بتساوي 1، يبقى الكي بس بتساوي 1 اوفر 9. طيب يبقى ده كده جبت الفاليو بتاعت الكي. يبقى انا هنا لما اجي اقول البروبابيلتي بتاعت اي رقم ايفن، اي رقم اود، يبقى عباره عن 2 على 9 2 اوفر 9، او اي probability بتاعت اي رقم ايفن عباره عن 1 اوفر 9. طيب probability بقى ان يطلع عندي رقم اكبر من 3، هو معناه ان يطلع عندي 4 او يطلع عندي 5 او يطلع عندي 6. وبالتالي انا عندي probability بتاعت ال 4 وال 5 وال 6 هجمعهم على بعض. ال 4 طبعا وال 6 الارقام بتاعتهم even number، فالبروبابيلتي بتاعتهم ب 1 اوفر 9 وهنا 1 اوفر 9، والبروبابيلتي بتاعت الاود نمبر اللي هو الخمسه يبقى عباره عن 2 اوفر 9، فاجمعهم على بعض هيديني 4 اوفر 9. طيب في الاكزامبل اللي بعده بيقول لك لو انت عندك داي ده انت عملت له رميته مرتين، هو فير، يبقى ايه فير؟ ده معناه ان احتمال ظهور كل رقم زي التاني بالظبط، مش هتفرق معايا ايفن من اود. طيب بيقول لي لو انت عندك رميتهم مرتين، احتمال ان الارقام اللي تطلع عندك دي لو جمعتهم على بعض يديني 7. طيب انا الاحتمالات اللي ممكن تطلع عندي هي عبارة عن ايه؟ انا ممكن يطلع عندي 1 و1 1 و2 1 و3 لحد ما يطلع عندي من الرمية الاولانية 6 ومن الرمية التانية 6. وبالتالي لو انا جيت عديت الاليمنتس دي كلها هلاقي ان انا عندي لو انا الضي الاولاني بيطلع لي 1، فقصاد الواحد ده في الضي التاني في 6 ارقام. وبالتالي بما ان الضي الاولاني بيطلع لي ارقام من 1 ل 6 والضي التاني بيطلع لي ارقام من 1 ل 6 برضو، فهنا في 6 احتمالات وهنا في 6 احتمالات، مع بعض هيطلعوا لي 36 براكت او element. وبالتالي انا هنا عندي السامبل سبيس فيها 36 اليمنت، انا المفروض ابقى عارف عدد الاليمنتس الموجوده ايه بما اني بقى عايز اجيب probability، وانا هقسم على عدد الاليمنتس دي، يبقى انا لازم اعرف الاليمنتس الموجوده في السامبل سبيس قد ايه. طيب الاي اللي هو بيعرفه لي ان بيقول لي ان السام بتاعي عباره عن 7، ان يطلع لي في لما ارمي الداي اول مره زائد الرقم اللي هرميه اللي هيظهر لي في الرميه الثانيه، الاثنين اجمعهم على بعض يدوني 7. وبالتالي البراكتس اللي هي تطلع لي 7 هتبقى عباره عن ايه؟ ان يطلع لي 1
في اول رميه ويطلع لي 6 في الرميه الثانيه، يطلع لي 2 في الرميه الاولانيه و5 في الرميه الثانيه، 3 في الرميه الاولانيه و4 في الرميه الثانيه، وهكذا بقى لحد ما هوصل لي ان يطلع لي 6 في الرميه الاولانيه و1 في الرميه الثانيه. فانا هنا حاليا ان انا عندي في 6 اليمنتس جوه الايفنت ده. طيب في ايفنت تاني بيقول لي عرفه لي ان هو عباره عن ان الفيرست داي بيطلع لي 3. طيب الفيرست داي بيطلع لي 3 بغض النظر عن الفاليو بتاعت السكند داي، ده معناه ان انا عندي البراكتس اللي هي عباره عن 3 و1 3 و2 3 و3 وهكذا لحد 3 و6. يبقى انا هلاقي ان انا عندي الاليمنتس اللي هي الحاد من 3 و1 3 و2 3 و3 لحد 3 و6، يبقى هنا برضو عندي 6 اليمنتس. وبالتالي البروبابيلتي بتاعت الاولاني اللي هو يطلع مجموع الرقمين ب 7 تبقى عباره عن اللي هو 6 على 36، ونفس البروبابيلتي برضو بالصدفه طبعا ان هي تطلع للايفنت اللي هو عباره عن ان يطلع لي في الداي الاولاني 3. ليه؟ لان برضو هيطلع لي في 6 element هنا، فيبقى 6 على 36. طيب اللي بعد كده مطلوب مني ان both ده and ده يحصلوا مع بعض، both A and B يحصلوا مع بعض. فبوث واند ده كده ايه؟ احنا بنتكلم على الانترسكشن. يبقى امتى بيحصل الانترسكشن ما بين التو ايفنتس دول؟ ان يطلع لي مجموع الرقمين اللي يطلعوا لي عباره عن 7، وان يطلع لي ان الداي الاولاني بيطلع لي 3، ده معناها او الانترسكشن بين الاثنين دول اللي هو عباره عن البراكت ده، ان يطلع لي 3 في الرميه الاولانيه ويطلع لي 4 في الرميه الثانيه. هنا هيبقى اتحقق لي الشرطين، ان يطلع لي 3 في الرميه الاولانيه وان مجموع الرقمين اللي طلعوا لي دوني 7. وبالتالي انا الانترسكشن هيكون في اليمنت واحد بس، فالبروبابيلتي بتاعتي هتبقى عبارة عن 1 على 36. طيب الجزء اللي بعد كده، المطلوب اللي بعد كده بيطلب مني ان either الكلام ده or ده يحصل، ده معناه ان واحد منهم يحصل على الاقل، واحد منهم على الاقل يحصل، واحد منهم على الاقل يحصل، يبقى ده كده بنجيب الـ intersection. يبقى انا هجيب الانترسكشن عبارة عن probability الـ A plus probability الـ B minus الـ probability قصدي اليونيون، احنا بنجيب الـ probability بتاعت اليونيون. probability اليونيون عبارة عن probability الأولاني plus probability التاني minus الـ intersection بينهم. هعوض وأجيب الـ probability بتاعت اليونيون A يونيون B. طيب الجزء اللي بعد كده أو الـ example اللي بعد كده بيقول لي أنت عندك class فيه 100 student، لقينا ان في منهم 55 بيدرسوا ماث، وفي 70 بيدرسوا كيمستري، و35 بيدرسوا الكورسين مع بعض. طيب لو انا جيت اخدت من الكلاس ده 1 ستودنت، فانا عايزك تجيب لي البروبابيلتي بتاعت ان الستودنت ده بيدرس الماث اور الكيمستري. ماث اور الكيمستري يبقى هو عايزك تجيب لي ان البروبابيلتي الاور، يبقى ده معناه ان انا بجيب يونيون بتوين تو ايفنتس، الايفنت الاولاني اللي هو بيدرس ماث والايفنت التاني اللي هو بيدرس كيمستري. بيبقى انا بقول ان الايفنت الاولاني اللي هو ستادينج الماث، والتاني ان هو بستادي الكيمستري. probability بتاعت دراسة الماث هو عبارة عن عدد السامبل سبيس كله بالنسبة لي، هو عبارة عن 100 طالب اللي في الكلاس كلهم، وبالتالي عدد الطلبة اللي بيدرسوا ماث اللي هم عبارة عن 55 هقسمه على عدد الطلبة التوتال اللي هو عبارة عن 100، اديني البروبابيلتي بتاعت دراسة الماث. ونفس الكلام لو انا عايز اجيب البروبابيلتي بتاعت دراسة الكيمستري، بقسم عدد الطلبة اللي مسجلة كورس الكيمستري على عدد الطلبة التوتال. عايز اجيب الانترسكشن ما بينهم، باخد العدد الطلبة اللي مسجلين البوث كورسز الاتنين مع بعض واقسمهم على العدد التوتال بتاع الكلاس كله. طيب اول حاجة هو بيقول لي انا عايزك تجيب لي البروبابيلتي بتاعت ان الستودنت اللي انا اخترته ده بيدرس ماث اور كيمستري، اور يبقى انا بتكلم على زي ما قلنا يونيون، وبالتالي هجيب البروبابيلتي بتاعت الماث بلس البروبابيلتي بتاعت الكيمستري ماينس الانترسكشن ما بينهم، اجمعهم على بعض اجيب البروبابيلتي التوتال بتاعت ان الستودنت ده بيدرس ماث اور كيمستري.
طيب تعال نشوف اللي وراها، المطلوب اللي وراها ان انا الستودنت اللي انا اخترته ده بيكون بيدرس اونلي كيمستري. اونلي ده معناها ايه؟ زي ما قلنا قبل كده ان اونلي الكيمستري ده معناها ان انا بدرس الكيمستري بس، يعني معناها بدرس كيمستري اند مش بدرس ماث. وبالتالي لما اجي اكتبها كرموز هكتبها ان انا بدرس، ان بيدرس الكيمستري الستودنت ده بيدرس الكيمستري اند اللي هي الانترسكشن، مش بيدرس الماث اللي هو الماث كومبلمنت. وبالتالي ان البروبابيلتي بتاعت حاجه زي كده احنا كنا قلناها عباره عن بروبابيلتي الكيمستري ماينس الانترسكشن بتوين الاثنين ايفنتس. عندي البروبابيلتي بتاعت السي وعندي البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن جيفن، هجيب منهم البروبابيلتي بتاعت الكلام اللي هو عايزه ده. طيب الجزء اللي بعد كده بيقول لك انا عايزك تجيب لي البروبابيلتي ان الستودنت ده ما اخدش ولا واحد من التو كورسز دي. ده كده معناها ايه؟ ان البروبابيلتي بتاعت ان الستودنت ده مش بيدرس كيمستري اند مش بيدرس ماث. وبالتالي انا عايز اجيب الانترسكشن بتوين الكيمستري كومبلمنت والماث كومبلمنت. طيب ده كده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن البروبابيلتي بتاعت اليونيون بتاعهم كومبلمنت اللي هو عباره عن 1 ماينس البروبابيلتي بتاعت اليونيون بتاعهم اللي هي هتبقى عباره عن 1 ماينس الكلام اللي جبناه هنا من المطلوب الاولاني، هيديني الكلام ده. اللو ده جه منين؟ القانون ده جه منين؟ ده من دي مورجان، كنا اثبتناه في واحنا بنتكلم في الجزء اللي قبل كده. طيب اخر ما حاجه مطلوبه عندي ان الستودنت didn't study الماث وسكت على كده، ما قاليش وضعه ايه بالنسبه للكيمستري، يعني ما قاليش didn't study الماث اونلي بس. ده كده معناها ان هو بيدرس، ما بيدرسش الماث ولكن بيدرس الكيمستري، لكن هنا هو بيقول لي didn't study الماث وسكت، فده معناه ان موقفه من الكيمستري مش متحدد، ممكن يكون بيدرس كيمستري وممكن لا. وبالتالي هتلاقي ان البروبابيلتي بتاعتك هنا هي عباره عن ايه؟ الماث كومبلمنت بس بدون ذكر الكيمستري في الموضوع. يبقى انا بجيب البروبابيلتي بتاعت الماث كومبلمنت اللي هي عباره عن 1 ماينس بروبابيلتي بتاعت الماث اللي هي هتدي لي الفاليو دي. اخر اكزامبل هنتكلم فيه هنا بيقول لي لو انا عندي 3 ستودنت A و B و C، كل واحد منهم الثلاثه مشاركين في سباق معين. في السباق ده انا عندي probability بتاعت ان الاي والبي ليهم ذا سيم probability ان هما يكسبوا، ولكن البروبابيلتي بتاعتهم دي عباره عن دبل البروبابيلتي بتاعت ان السي يكسب. وبالتالي انا عارف ان البروبابيلتي بتاعت الاي هتساوي probability الاي بتساوي probability ان البي يكسب، والاتنين دول عباره عن ضعف probability السي ان هو يكسب، ضعف probability السي ان هو يكسب. طيب يبقى لو انا اديت البروبابيلتي بتاعت السي رمز كي، ده معناه ان البروبابيلتي بتاعت الاي والبي هتبقى عباره عن 2 كي. طيب بيقول لي بقى انا عايزك تكتب لي البروبابيلتي بتاعت احتمال ان الاي يلوز. احتمال ان الاي يلوز ده معناها ايه؟ ده معناه ان هو عايزك تجيب لي البروبابيلتي بتاعت الاي كومبلمنت. لو الاحتمال، لو الاي بالنسبه لي عباره عن احتمال ان الاي يكسب، يبقى انا هجيب الكومبلمنت بتاعه علشان اثبت اجيب البروبابيلتي بتاعت ان هو بيلوز، البروبابيلتي بتاعت ان هو يلوز. طيب اولا لازم اجيب الفاليو بتاعت البروبابيلتي بتاعت الاي الاول عشان اقدر اجيب الكومبلمنت بتاعها. هستخدم نفس الفكره اللي استخدمناها في مثال قبل كده، ان انا عارف ان السامبل سبيس بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن يا اما الاي يكسب يا اما البي يكسب يا اما السي يكسب. وبالتالي البروبابيلتي ان الاي يكسب وبروبابيلتي ان البي يكسب probability ان السي يكسب مجموعين على بعض هيدوني بوان. انا عارف ان probability الاي والبي قد بعض والاتنين بيساوي ضعف الكي، وبالتالي لو probability بتاعت السي بي كي فالprobability بتاعت الاي والبي عباره عن 2 كي، هجمعهم على بعض هيديني 5 كي equal 1. ده كده معناها ان الكي equals 1 over 5 اهو. طيب probability بقى ان الاي يلوز ده معناها ان probability عكسه ان هو يوين، يبقى عبارة عن الكومبلمنت بتاع الاي يبقى 1 minus 2 over 5 هيديني 3 over 5.
طيب المطلوب اللي بعد كده عايزك تجيب لي probability بتاعت ان البي اور السي وينز اور ده كده ايه intersection. يبقى انا عايز اجيب probability بتاعت ان البي اور السي وينز. طيب الانترسكشن هو عباره عن probability الايفنت الاولاني بلس probability الايفنت الثاني ماينس الانترسكشن ما بينهم. طيب انا عندي probability بتاعت البي وعندي probability بتاعت السي. بالنسبه للانترسكشن هل في انترسكشن ما بين ان البي يكسب والسي يكسب؟ الاجابه لا، هو اي سباق في واحد بس هو اللي بيكسب، وبالتالي الاثنين مع بعض ما ينفعش يكسبوا، فبالتالي الانترسكشن بالنسبه لي بيساوي زيرو. ده معناها ان ان البي يكسب والسي يكسب دول عباره عن disjoint events، صح كده ولا لا؟ يبقى مفيش انترسكشن ما بينهم. يبقى ده كده هجيب البروبابيلتي بتاعت ان البي يكسب اللي هو عباره عن 2 اوفر 5 بلس البروبابيلتي بتاعت ان السي يكسب اللي هو عباره عن 1 اوفر 5، هيديني الريزلت دي. لو انت جيت اخدت بالك هتلاقي ان انت عندك ده المطلوب الاولاني والمطلوب التاني هما في الحقيقه واحد. ما هو انا لما اجي اقول لك احتمال ان واحد من البي اور السي يكسب، ده معناها ان الاي بيلوز، صح كده ولا لا؟ وبالتالي الريزلت اللي تطلع هنا هي نفسها الريزلت اللي بتطلع هنا، هو بس الفرق في او ان طريقه العرض المطلوب مختلفه في الجزئيه دي عن الجزئيه دي، ولكن هما في الحقيقه حاجه واحده. وبالتالي لو انت جيت بصيت على ان جبت مثلا الكومبلمنت ليه ان الاي اور السي وينز، الكومبلمنت بتاعهم عباره عن ايه؟ الكومبلمنت بتاعهم عباره عن ان الاي بي وينز، وده كده معناها ان لما اجي اجمع البروبابيلتي بتاعت ان الاي بي وين اللي هي عباره عن 2 اوفر 5 بلس البروبابيلتي بتاعت ان البي اور السي وينز اللي هو عباره عن الاثنين كومبلمنت لبعض، هلاقي ان 2 اوفر 5 بلس 3 اوفر 5 هيديني اللي هو ال1 اللي هو عباره عن البروبابيلتي بتاعت السامبل سبيس كلها، ده نتيجه ان الاثنين دول عباره عن كومبلمنت لبعض.